بكل الود والمحبه تستضيف دمشق اللقاء التشاوري لاتحاد المعلمين العرب للحديث حول التربيه والتعليم والتنظيم للواقع لاتحاد المعلمين العرب. تفاصيل اكثر حول هذا الموضوع يسرني ان ارحب بضيوفي الكرام من لبنان الشقيق وتونس الخضراء. الدكتور يوسف كنعان الامين العام المساعد لاتحاد المعلمين العرب رئيس تجمع المعلمين في لبنان ميت اهلا وسهلا فيك دكتور أهلا نورتنا بكم. اهلا بكم شكرا وايضا الترحيب موصول للاستاذ المستوري القمودي الامين العام المساعد لاتحاد المعلمين العرب اهلا وسهلا اهلا بك نورتنا بدايه دكتور بدي الحديث من نعم. موضوع الاجتماع الاخير للهيئه التشاوريه لاتحاد المعلمين العرب نعم. اهميه هذا الاجتماع بدايه شكرا لكم الفريق الفضائي اللي واكبنا بهذا الاجتماع او اللقاء التشاوري لاتحاد المعلمين العرب صراحه آه هذا اللقاء آه إجا بعد انقطاع دام ما يقارب السنه وثمان اشهر بالاسباب اللي بتعرفوها هي بتتعلق بموضوع صعوبه اللقاءات اللي بتصير من آه بوضع كورونا وظروف كورونا وبنفس الوقت كان فرصه لنا هذا اللقاء ان آه ناتي الى سوريا لنهنئه وهذا قدرنا انه دائما عم نجي على سوريا وقت نجي على سوريا فيكون عندها انتصار فمنهنئه. فاليوم نحن جينا بهذا التوقيت واهميته انه جاي نهنئ في الشعب السوري على هذه الانجازات اللي بتتعلق بموضوع اعاده انتخاب والاستفتاء للرئيس بشار الاسد وكذلك الامر لعمليه النقاش في اوضاع الاتحاد وظروف العمليه التربويه على مستوى مدارس و معلمي العالم العربي، هو فرصه لمناقشه هذه التحديات وانتم بتعرفوا انتقلنا اليوم من التعليم الوجاهي الى التعليم او الحضوري الى التعليم عن بعد وهناك افرز مجموعه من التحديات كذلك الامر هذا البعد بال خلينا نقول باللقاءات بين اطراف او بين اعضاء الاتحاد كمان فرض شكل من الاشكال لابد من النقاش له، فكان هذا اهميه هذا اللقاء. نعم بنفس الاطار الاستاذ المستوري طبعا جيتك الغاليه من تونس رغم الظروف الصعبه لحضور هذا اللقاء اهم القضايا التي تمت مناقشتها بجدول الاعمال شكرا الله يغلي ايامكم وديمه ايامكم غاليه احنا جينا كاتحاد معلمي العرب نعم. اولا بعد مؤتمر المؤتمر هذا لابد ان فيه ان نعمل المسؤوليات نحور الم... مش نحور المسؤوليات بل نوزع المسؤوليات فيما بيننا كأمناء عامون مساعدون من العام وباسم المعلمين في الوطن العربي وخاصة سوريا وبقية الأقطار العربية ياسر طلاب درسوا عندكم لهون وروحوا لبلاداتهم قاعدين موظفين في 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 بلدانهم اليوم اليوم جينا نقول لكم مبروك على هذا الإنجاز العظيم وهذاك علاش احنا من بين النقاط هي نقطة تهنئة الشعب العربي السوري رئاسة وجيشا وحكومة هذا نعم. واحد اثنين هذا المجلس التشاوري أنت تعرف أنه ديما بعد المؤتمر لا بد أن ينعقد هذا المجلس التشاوري صحيح. ولكن الكورونا كما تعرف أنها عطلت أخرت أيضا. وعطلت العالم عطلت الشركات الاقتصادية عطلت الجميع فوجدنا هذه المناسبة لنكون موجودين لنتدارس الوضع التربوي داخل الأقطار العربية وهي تكون متشابهة من حيث المشاكل وحتى حلولها تكاد تكون كذلك متشابهه ولهذه الاسباب نحن اجتمعنا وتحدثنا كثيرا في هذه المواضيع ليكون لعل نفعله ما لا يستطيع السياسيون معنا فعله في ميدان السياسه على الاقل هذه منظمه ومنظمه عريقه منظمه الاتحاد الاتحاد المعلمين العرب هي من عهد جمال عبد الناصر وصولا اليوم الى الاخ القائد بشار الاسد اسسها عبد الناصر واليوم في احضان بشار الاسد وهذاك علاش المنظمه هذه ستكون دائما موجوده تناقش كل المشاريع وتدعم كل المشاريع المشاريع التي تبني الوطن وتعرفوا ان موقعها في سوريا ليس هكذا ولكن هو عن دراسه لان نعرف ان سوريا هي البوابه للحريه نتوق اليها الى الحريه من خلال الصامدة سوريا الصامده سوريا التي الل كسرت كل مشاريع الذين الل ارادوا ان يكسروا سوريا فسوريا صامده وعلى هذا الاساس نحن كنا في سوريا رغم الصعوبات في التنقل بين خاصة الطيران كله معنا فيه مشاكل صحيح مشاكل ولكن جئنا وناتي حتى على القدمين الى سوريا لنقول نحن مع سوريا شعبا وقياده وجيش ميت اهلا وسهلا فيك مثل ما ذكر القائد الراحل طبعا عبد الناصر ان سوريا هي قلب العروبه النابض ميت اهلا وسهلا فيكم بدي نعم. مثل ما تفضل الدكتور يوسف حكيت عن موضوع الجائحه والصعوبات نعم. التي ادت إليها. طبعا من خلال هذا اللقاء التشاوري لم يكن جميع الاعضاء متواجدين نعم. هل هناك تواصل عن بعد مثلا مع باقيه الاعضاء لتوسيعه هذا اللقاء نعم لعل اللي تفضلت فيه هو جائحة كورونا انعكس على كل حياتنا صحيح. بما فيها على عملية التواصل فيما بيننا كأعضاء بالاتحاد أو كمنظمات موجودة بالاتحاد اليوم بلقاء هذا التشاور وأهميته هون بنأتي بنفس العنوان الأهمية أنه اتفقنا على آلية لا تعزيز التواصل من خلال وسائل الاتصال الحديثة وهون بنكون انتقلنا من 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 تحويل التهديد الى فرصه وهيدي فرصه بتسهل علينا عمليه ال التواصل الدوري والدائم فيما بين كأعضاء أمانة عامة وبنفس الوقت كرؤساء منظمات وأوسع من هيك ممكن نعقد مجلس مركزي لاحقا من خلال استخدام وسائل التقنيات الحديثة مثل الزوم أو جوجل ميت أو غيره من الأدوات اللي ممكن تسهل علينا عملية التواصل أكيد لا تلغي أهمية التواصل المباشر لكن متى والزروفية. تحققت الظروف أحسن متى تحققت الظروف وتحققت أو الشروط أو. فيمكن ساعتها عقده لكن ممكن تحويل هذا التهديد إلى فرصة لنتبع أساليب جديدة وللتسريح من عملية التواصل وتعزيزه وتطويره فكانت هذه العملية فتح باب لن قريبا نبتدئ بعملية التواصل مع اللي غابوا قصرا كل اللي غاب طبعا. ما حدا عنده اي موقف بل على العكس كانوا حملونا التمنيات وكانوا لاخر لحظه عم يحاولوا يحضروا لكن ظروف تتصل بالكورونا وباليات العمل الاجراءات الصحيه ببلاد ببلادهم باقطارهم وكذلك الامر بموضوع الطيران ففي تواصل مع الجميع ان شاء الله وحتتعزز من خلال الوسائل الاتصال الحديثه. نعم، تعقيبا على حديث الدكتور يوسف بنفس السياق استاذ المستوري، تم تفعيل هذا البند في هذا الموضوع لعقد اجتماعات عن طريق عن بعد بلقائكم الاخير مع رئيس الت... مع الامين العام اتحاد المعلمين العرب في التواصل مع الجميع، كان في بند فعال بهذا الموضوع او هو مجرد مقترح للتواصل مع بقيه الاعضاء؟ لا هو تعرف هو رو... نحن نحبذ التواصل المباشر. صحيح لكن الظروف هي اللي حالت لكن نظرا للظروف القاهره فزملائنا الذين لم يحضروا هذا الاجتماع هم كلهم على تواصل معنا وكلهم معناها بنفس الموقف بنفس الحماسه وبنفس اللحظة على اساس اي الغياب ليس غياب معناه من اجل موقف بقدر ما انه غياب قسري صحيح ولكن نحن هذه اليه جديده وانتم شوفوا وراء التواصل عن بعد هو جاء بديل على هذا الاشكال القائم اليوم صحيح. في البلد في كل البلدان هذاك علاش نحن جربنا حتى التعليم عن بعد تماما وصارت فيها عده هنات ولكن مانيش باش نبطلوا ونحن كاتحاد معلمي العرب اتفقنا وسيقع لاحقا هذه العملية الزوم هي كانت معكم ما كانت في حتى سوريا لاني انا امين عام مساعد مقيم في سوريا مفروض انه كانت الزوم ما كانت تشتغل في سوريا اليوم هذه تقنيه جديده. صحيح. ومش كل الناس ينجموا إياه. نحن غير عندنا الدكتور يفقه ويفهم في هذه الماده بالذات التواصل حسب الوسائل التواصليه طبعا. هذه هذاك علاش نحن مستقبلا نجموا نعملوا حتى مؤتمر انت تشوف العالم اليوم صحيح. مؤتمرات تنجز طبعا. عن بعد وهذاك علاش نحن اتفقنا اتفقنا ان نعملوا هالمنصة هذه ونجربوا بها وراي حتى شهدت بعض العثرات في البدايه ولكنها ستنجح لا ستكون نواه لبدايه انطلاقه في هذه الظروف طبعا بنفس سياق الظروف سواء الكورونا والوضع الاقتصادي بجميع البلدان سواء تونس الشقيقه سواء لبنان الشقيق ظروف الحياه الاقتصاديه يعني اضافه للكورونا هناك ظروف اقتصاديه تمر بها المنطقه صحيح. كل يعني صحيح. هذا الموضوع دكتورنا اثر على العمل النقابي والتربوي والتعليمي في لبنان الشقيق أنا بموضوع لبنان للأسف يعني نحن لم تكتفي جائحة كورونا من استهدافنا بل هناك جوائح أخرى بدءا من موضوع الوضع الاقتصادي ومرورا بموضوع الانعكاس الأزمة السياسية الموجودة بالبلد أنت بتعرف أي عملية تربوية تحتاج إلى مجموعة من المقومات وأولها هي الإدارة التربوية فإذا كانت الإدارة التربوية على مستوى الوزارة لم تكن قادرة على تحمل هيك نوع من المسؤوليات أن في الحكومة استقالت والوزير يعمل لحاله والفرق الفرق مشتتة للأسف ترك المعلم بهاللحظة وحيد فريد إلى مصيره ونحن بهذا الإطار صراحة قمنا بمجموعة خطوات لمعاونة هذا المعلم أكيد عم بقول أن الأزمة الاقتصادية والأزمة الجائحة كورونا والتعليم عن بعد أنا المعلم وقت بدي أقول له روح عن بعد أنا بدي أعطيه مقومات التعليم عن بعد أول شيء مقومات تتصل بالقدرات والطاقات والقدرة على ممارسة العملية التعليم والوسائل, والوسائل المتاحة من إنترنت وكمبيوتر وأدوات الجهزات وكذلك الأمر كهرباء وهوضي بالأسف بلبنان مع هذا الغلاء الفاحش ومع المشاكل الاقتصادية ومشاكل التأنين بالكهرباء وأنا بالمشكلة الكبرى فاثنين كمان عندهم مشكلة اجتماعية اليوم 90% من قيمة الرواتب قيمة شرائية للرواتب انضربت صحيح ضعيف فيعني ما في الأساس حتى ينتقل وهيدي تحدي قادم كيف بده ينتقل على المدرسة فنحن كتجمع صراحة أطلقنا مجموعة من المشاريع وهيدي المشاريع أولا أطلقنا مشروع لتدريب المعلمين يعني هذا الأستاذ اللي قلت له روح علم عن بعض ما عنده طرق ما عنده اساليب صحيح رحنا اطلقنا ما يقارب 92 دوره شارك فيها 77 الف معلم ومعلمه من كل لبنان من كل المحافظات من كل لبنان هذا اندل عن شيء انه حرص المعلم على سير العمليه التربويه وحرصه على ابنائهم 100% اطلقنا هذا المشروع ومن ثم اطلقنا مسار اخر للتدريب الدائم شارك فيه 4900 تدريب دائم متواصل دائم رجعنا اطلقنا كمان 41 منتدى تعليمي تربوي بين المعلمين شارك فيه وثلاثين ألف وموجود فيه وثلاثين ألف هلأ عم يتواصلوا 41 منتدى وكذلك الأمر أطلقنا قناة اليوتيوب هذا المنتدى فوق في في يعني وصلناه كمان بالتليجرام وغيره في أكثر من خمسين ألف ملف وفيديو يتبادل فيه المعلمين كل إنتاجهم وخبراتهم وتجاربهم وبنفس الوقت بيتبادلوا فيها المعطيات والمعلومات كذلك الأمر أطلقنا قناة اليوتيوب ووضعنا لنحمل عليها مجموعة من الفيديوهات تجاوزت 1200 فيديو هاو عملنا حلقات حلقات بس فيها وحلقات أعطاء فيها دروس تدريبية للأستاذ وكذلك أمر للطالب وبنفس الوقت عملنا مشروع زكاة العلم المحتوى الرقمي أعلناه وبدأنا فيه بمئات لبل تجاوز الألف 1500 فيديو بهذا الموضوع لنسهل على الطالب التعلم وعلى المعلم التعليم، كمان تقنيات التدريب اللي عن بعد علمنا اياه للاستاذ. بهذا الاطار كله اطلقنا اخر مشروع اخر مشروع اجتماعي بالنتيجه ان المعلم اللي انضرب قيمه شرائيه لراتبه 90% صحيح يعني اللي كان يقبض 1500 عم يقبض 150 دولار بالمعنى هلا القيم القيمه مضروبه على الاخير، فاطلقنا مشروع كمان لاعانه المعلمين لمساعدتهم وبنفس الوقت لتجاوز ما يقارب الأكثر من عشرين ألف معلم حيستفيد من هذا المشروع مشروع بكل أشكاله أشكال الدعم المباشر الدعم الدعم اللي بتعلق موضوع الصحي دعم موضوع كل شيء الأدوية وإلى ما هنالك حتى دخول المستشفيات وإلى ما هنالك أنتم تعرفوا كمان في عنا غلاء بهذا الموضوع هيدا الموضوع لم نترك المعلم لحاله يواجه الأزمة لكن نحن قادمين على تحديات اكبر واكبر عم تتعاظم هي تحتاج الى قرار بالدوله. نعم، الاستفاده طبعا من لقاء سواء تشاوري او لقاء مع زملائنا في جميع الدول العربيه، يمكن هذا بنشر ثقافه الحلول ضمن الظروف الراهنه لجميع الدول، يعني ممكن التجربه هي تستفيد منها سوريا، تستفيد منها تونس حتى إنه كمان لبنان ممكن يستفيد من التجارب الأخرى التي يقوم لا. بها صح. كل بلد حسب حسب المعطيات والتكيف بالوضع الاقتصادي الأستاذ المستوري طبعا بنفس السياق الوضع بتونس موضوع السياسي كمان ممكن أثر على موضوع الطلاب وممكن مثل ما تفضلنا مع الدكتور إنه الاستفادة من الحلول الموجودة يعني بعيدا عن البنود اللي ممكن يتشاور فيها اتحاد المعلمين العرب والأعضاء ممكن الاستفادة من الحلول المجربة من بعض الدول وإستثماره طبعاً بشيء مفيد هو مناقشتنا في اتحاد معلمي العرب فعلاً بينت أن وطننا العربي حلها في وحدتها صحيح وصراحة لأن مشكلتنا مشكلتنا الرئيسية اليوم نلقى نلقى دول عربية مثلاً السودان نلقى السودان منجل للحليب وللحوم وغيرها وهي تفتقر إلى اللحوم ول ليش لأن المشاريع هذه مشاريع الغرب أساساً من الامريكان ومن غيرهم من الامريكي الصهيوني اللي يحبوا يضربوا كل حاجه جميله في هذا الوطن العربي هذا. صحيح. هذاك علاش اليوم حتى مشاكل التربيه هي نفس المشاكل تكون نفسها. ولكن غير ثم بعض الخصوصيات في بعض الاقطار ولكن العام وضع المعلم المتهري الساعات الكثيره لبعض المدرسين. البنيه التحتيه المتاكله وعديد المشاكل من هذا اولا اذا كان نحب المنظومه هذه وفي الوطن العربي كله انا نقول لابد البنيه التحتيه ان تكون بنيه تحتيه جيده حتى تكون العمليه التربويه عمليه ممتازه صحيح بماذا هذه تكون بالموارد البشريه الموارد البشريه ديك الموارد البشريه المدرس يعاني الفقر ويعاني الخصاصة ويعاني معنا ما عندوش وعنده مشاكل عده وما نجموش نحلوله مشاكله ما نجموش نصلحوا بين المنظومه التربويه وهذاك علاش هذاك علاش في العربي نادينا حتى انه يكون ثم ملفات تكون تدرس في بغ... في المغرب كما ولا في موريتانيا كما تدرس في المغرب وكلها تكون المنهج هذا لابد من توحيد المنهج وهذه حطر لهذا المحور استاذ المستوري بالنسبه للمناهج وتوحيدها لكن هذا اللي تفضلت فيه كمان يؤثر على عمل اتحاد المعلمين العرب ككل سواء بتونس او بباقي الدول لتطوير عمله يمكن بيوافقني الدكتور يوسف في هذا الموضوع يعني هذا الوضع السياسي اللي تفضل فيه بالتربيه وتاثيره على هذا الموضوع يؤثر على عمل ايضا تطوير عمل اتحاد المعلمين العرب واستثماراته وما الى هنالك اي هو بالضروره هو هو كل شيء تأثير تاثر وبما انه الواقع القطري مزري حتى في اتحاد معلمي العرب سنجد صعوبه راي في هنالك نحن في الاقطار العربيه قد تكون هناك تفاوت بين هذا وذاك ولكن نحن نطمح ان يكون عندنا شيء مشترك ندافع عليه جميعا لأنك كما قلت لك هي منظمه قوميه صحيح تطالب بمطالب من اجل تحسين على الاقل المعلم والتلميذ في حد ذاته، لان يعني نحن نحبوا تلميذنا يكون من بين الاطفال الناجحين في العالم، نعم. المعلم نحبوه يكون معناه من بين المعلمين الناجحين في العالم زاد. نعم. ليش ليش الفقر مم. وليش المزيد يعني يمكن عنده الدكتور يوسف تعقيب على هذا يعني الموضوع وعمل أنا. اتحاد انه تاثروا نعم. بهذه الامور. نعم، بطبيعه الحال يعني الاتحاد هو منظمه شعبيه، منظمه جماهيريه عربيه تتعرض اليوم لاستهداف لا وتحدي كبير. اليوم نحن نتعرض مجتمعاتنا العربيه لاعاده اعاده صناعه واعاده انتاج وضرب كل شيء فيه منظمات او جمعيات او اتحادات تؤمن بالقضيه الفلسطينيه، تؤمن بالمقاومه، تؤمن بثقافه الوحده العربيه، تؤمن بثقافه الوحده من اجل الدفاع عن حقوق هذه الوطن العربي اليوم الاتحاد يتعرض لهيك نوع من الضغوط من خلال اكيده مجموعة من الـ الـ خلينا نسميهم بيسموا حالهم هم بيمثلوا تجمعات او من خلال كمان منظومات دوليه تحاول ان تصادر موقع الاتحاد وهون كذلك الامر بنفس السياق وهون اخطر مساله بيعاني منها العالم العربي هي الجمعيات الان جي اوز. هاي الجمعيات الان اليوم عم تيجي باشكال عده، باثواب عده مرة بتجي جمعيات للدفاع عن حقوق المرأة، مرة جمعيات للمواطنة، مرة جمعيات للسلاحف، مرة جمعيات لل ما بعرف تنظيف الشط وكذا، بعد شوي بتكون حاملة مشروع ضخم، مشروع تربوي تغيير للقيم وهون بتحاول كمان بنفس الوقت تكسر كل شيء منظومات او اتحادات موجودة بتواجهها، وهون التحدي الكبير للاتحاد، استمرارية الاتحاد وهذا الجمع اللي عم يكون من الاقطار العربيه من غالبيه الاقطار العربيه عم يكون في عندنا منظمات فاعله وناشطه نقابيه وتربويه وتؤمن بمبادئ الاتحاد لانه هي المبادئ اللي هي لازم تستمر وهي قيم الاتحاد فهيدي الجمعيات عم تحاول مواجهه هذا الاتحاد وكذلك الامر الاتحاد عليه دور مواجهه هذه الجمعيات بكل اشكالها وهون تحدي اليوم نحن اخذنا امبارح يعني طلبنا من ان يكون هنالك جلسه خاصه فيما يتعلق بهذه الجمعيات وفعلا صار هذا الموضوع مع ونحن الاتحاد ايه بالاتحاد جلسه من جلسات اللقاء التشاوري نعم. ان نتداول بهذا الموضوع واتفقنا على نعم. ان نقوم بمجموعه من الانشطه التوعويه لمواجهه هذا النوع من الجمعيات نعم. اللي انا بعطي رقم بلبنان كنا بال2000 في 200 جمعيه اليوم بلبنان 8300 جمعيه الولايات المتحدة الأمريكية بال 2020 صرفت عليهم 40 مليار دولار بالعالم في نعم. مئات آلاف الجمعيات اللي هي عم تنعمل دول داخل الدول نعم. ووزارات داخل الوزارات أنا بدي أتطرق لهذا الموضوع من جانب آخر بموضوع المناهج لكن بعد هذا الفاصل فاصل قصير ونعود للمتابع معنا حوار. اهلا وسهلا بكم من جديد في هذه الندوه الخاصه مع اتحاد المعلمين العرب في اللقاء التشاوري الاخير الذي عقد في دمشق يسرني أن أجدد الترحيب في الدكتور يوسف كنعان الأمين العام المساعد لاتحاد المعلمين العرب أهلا وسهلا أنا فيك دكتورنا الغالي أستاذ المستوري القمودي الأمين العام المساعد لاتحاد المعلمين العرب من تونس الشقيقة أهلا, أهلا, وسهلا بيكم. فيك كل أهلا وسهلا فيكم كنا قبل الفاصل نتحدث عن موضوع الممنهج لجميع الدول الغربية المعادية وطريقة نقشر. الافكار التكفيريه خليني اقول نعم. بمناهج طلابنا بابنائنا الطلاب سواء عن طريق التكنولوجيا الى المناهج الى الجمعيات اللي تفضل نعم. فيها الدكتور طبعا هون دور بدي اعرف منكم دور الاتحاد في التوحيد المناهج والانتماء الوطني والقومي في جميع الدول في صيغه موحده لجميع نعم. الاقطار العربيه في لمحاربه هذا الموضوع الخطير جدا الحقيقه نعم. كما تفضلتم يعني هذا من أخطر الموضوعات أنت وقت بدك تستهدف مجتمع بدك تستهدف أجياله تستهدف أجياله تستهدف التربية فيه فالتربية مبنية على المناهج والكفايات والأهداف اللي بتنوضع فيها والأساليب اللي عم تنحط فيها هيدي الأهداف والكفايات اليوم عم تستهدف من خلال الهجمة على المناهج التربوية بالعالم العربي من دون استثناء فقط يمكن سوريا تضمط منه هذا الموضوع نتيجة لأنه وضعت حدود لتدخل الخارجي لكن للأسف بلبنان نحن أو بأكثرية الأقطار العربية عم بتفوت بتوبة التطوير والتحديث تحت هذا بالضبط تحت تطوير وتحديث المناهج تحت هذا العنوان عم يفوتوا يغيروا بقيم وبأهداف المناهج تحت عنوان لصالح قيم دولية أو عالمية وهذا أخطر ما نتعرض إليه اليوم اليوم في حرب علينا الحرب الصلبة خسروا فيها الحرب العسكريه اليوم جايين لنا بالحرب الناعمه الحرب الناعمه تدخل على كل مكان وخاصه بالتربيه صح. بالتربيه اليوم وقت اللي بدك تيجي تغير بالتربيه عم تحاول تغير بالمناهج نعم وقت اللي بتقول انا بدي اعمل توحيد للمناهج التربوي بالعالم العربي مساله طموح جيد مهم جدا لكن هلا الاهم ان نقاوم هيدي الهجمه ونمنع من عمليه تغيير المناهج لصالح الخارج وبنفس الوقت نعمل على تطوير مناهجنا نحن نملك ما نملكه من أدوات وقدرات وطاقات علمية تستطيع تطوير بما يتناسب مع احتياجاتنا مع تطور احتياجاتنا بالعالم العربي وبدولنا نحن اليوم وقت نعمل عملية تطوير للمناهج ما يرتبط بسوق العمل واحتياجات البلد والتطور التكنولوجي وإلى ما هنالك هيدي المناهج لازم تكون مظلتها القيم الموجودة صحيح. اللي نحن لازم نحافظ عليها مثل ما تفضل دكتور نعم وهنا الاتحاد الاتحاد مع العرب هو الطاولة التي تسمح لنقاش هيك نوع من الأمور وتبادل الخبرات وتبادل التجارب وبنفس الوقت دعم دعم أي جهة أو أي منظمة عربية ترغب بالاستفاده من تجارب الدول العربيه طيب هذا رفهم. الحكي نفسه اللي بدي اتحدث فيه مثل وزاره التربيه اليوم من المناهج بالذات اللغه الانجليزيه هي من خبرات وطنيه من ضمن المنطقه بفعاليتهم فمثل ما تفضلت انت التجارب والنقاش بين اعضاء الاتحاد المعلمين العرب يستفيد منه نعم. بدي اتفضل مع الاستاذ المستوري بنفس السياق بموضوع كان تم مناقشته ضمن اجتماعكم الاخير بتوحيد المصطلحات بين الغرب والشرق في الوطن العربي ليكون في وحده منهجيه كامله في هذا هي. الخصوص. هو كما تعرفوا هو كما تعرفوا العمليه التربويه في حد ذاتها تتطلب مصطلحات معناها لابد ان تكون هي هي ليست العمليه التربويه فقط بقدر ما انه حتى العمل النقابي في حد ذاته، نعم. العمل الجمعياتي في حد ذاته، نعم. كل نحن بين الجهه الغربيه للوطن العربي والجهه الشرقيه فيه مصطلحات حتى في القانون ليش نحن قلنا نوحده لان نحن عندنا نظامنا الاساسي وقانوننا الداخلي أو القانون والنظام الداخلي نحن حبينا لان عندنا بعض المصطلحات مختلفه, مختلفة بين المشرق والمغرب صحيح هذاك علاش نحن المساله مش على خاطر في فيما هو متعلق بالمناهج حتى لا. بالعمل النقابي وبقانون العمل أو... النقابي حتى الهيكله في حد ذات نحن كنت نحن في تونس نتحدثوا على نقابات في بعض الاقطار العربيه تلقاها منظمات صحيح. تلقاها جمعيات تلقاها معنا هذاك علاش نحن اليوم قلنا نوحدوا فيما بين الخطاب ليكون ولكن انا عندي عوده لاصلاح المنظومه التربويه وعندي عوده للوطن العربي اللي قاعد يعاني انت تعرف الفقر هو سبب من اسباب اللي خلى الغرب يدخل عن طريق المدرسه الابتدائيه اساسا هو هي مشاريع المشاريع هذا ينفق علي تنفق عليها اموال طائله مثل ما تفضل الدكتور يوسف أموال سيارة. طائله لتمريرها الفرنكفونيه كيف كيف في خاصة في المغرب وفي تونس وفي الجزائر وفي الدول اللي كانت مستعمرة تاريخيا من الفرنسيين الفرنس الفرنكفونيه والانجلوسكسونية صراع كبير صراع كبير من يستولى على المصالح في هذا القطر باش يعطيك المشروع ويعطيك معاه الأموال هذا من ناحية يحب يمر كل مشروع يمر بالأموال لأن الدول عند الدول الفقيرة بحاجة. هذا من ناحية هذه الجمعيات هي الجمعيات ليست وليدة الغرب فقط وليدة حتى أبناء الأقطار العربية هنالك أحزاب سياسية تتخفى وراء الحزب طبعا وتصنع من هذه الجمعيات حتى تكون الاموال الاتيه من الخارج عن طريقها عن طريق صحيح. هذه الجمعيات وكانت عديده جدا وتدخلت حتى في المدرسه تجيك جمعيه ما تقول لك انا نحب نعمل صيانه لهذه المؤسسه طبعا نحن ما بنشمل الكل عم نحكي طبعا عن لا لا ضعاف على النفوس على... اللي بيستثمروا او بيستغلوا بهذول النقاط من ال... لا مش انا انا لا اتحدث لا. عن الجمعيات الوطنيه تمام ولا اتحدث عن المنظمات بس الوطنية. حبيت انا انوه لهذا الموضوع حتى نعم. لا يقال عمما نعم لانه لا يمكن ان التعميم ولكن نحن نحكي على هذه الجمعيات نعم الاتيه من الخارج ونتحدث على انها عندما تتدخل في المدرسه وفي المؤسسه التربويه تؤثر في المؤسسه وتؤثر في الفاعلين فيها لهذا الاساس وجب وكما تحدثنا سالفا وتحدثنا سابقا على ان يجب ان نواجه هذه الجمعيات بكل الوسائل المتاحة لدينا في في, في اوطاننا في نعم. انا بدي اتطرق لموضوع اهميه التبادل الثقافي اللي عم تفضلوا فيه إيه ليش ما بيتعمم مثلا يكون في بعثات لابنائنا الطلاب في جميع الدول من المتفوقين في زياره مثلا الجامعات في جميع هذه الدول المشتركه باتحاد المعلمين العرب والاطلاع على المنح المتقدمه من الجامعات وما الى هنالك، في مشروع من هذا القبيل ممكن مثلا بالمستقبل انه يتم مناقشته دكتور يوسف في الاتحاد؟ يعني هذا المشروع متقدم ومهم جدا وهو مطلب اكيد عند نبتدئ فيه مع يمكن ابناء المعلمين ومن ثم نوسع الدائره لكل ابناء الشعب بكل قطر من اقطارنا او دوله من دولنا. صراحة هذا الموضوع هي مسألة مهمة جدا وهي قد لا تبتدئ عند الاتحاد او نحن كجمعيات او نقابات او او منظمات معلمين بالعالم العربي مش الموضوع ما بيبدا عنا، يبتدئ في البداية عند الوزارات اللي هي معنية باتخاذ هكذا نوع من القرارات، نعم نحن بنسعى إلى إصدار هيك نوع من القرارات، لكن هذا الموضوع جدا مهم وقت اللي بيكون في عندي أنا نخب أو بالأحرى متميزين كما تحدثنا من قبل شوي نحن وياك انه في في طلاب قد لا تكون هناك فرصه لهم للاستمرار ببلدهم فبيكون بفرصه ببلد عربي اخر فهيدا عمليه تبادل خلينا نسميها البعثات وتبادل المنح الدراسيه وبسوريا وانا اشاهد انه بالرغم من الحرب الموجوده بسوريا سوريا حافظت على مكان اللي بيتعلق بالطلاب العرب وكذلك الامر وأنا حسب ما انا كلبناني شفت طلاب من خريجي سوريا وقت اللي تخرجوا كل طلاب الطب خرجوا من سوريا وقت بدات الحرب بسوريا والاعتداء على سوريا عادوا الى سوريا وكانوا بقلب المخ... بقلب المستشفيات الميدانية إلى جانب الجيش العربي السوري وإلى جانب أساتذتهم وطلابهم صحيح. لمقاومة الإرهاب وهذا دليل على أنه سوريا وقت اللي بتعطي منح أو بتعطي هيك نوع من المساعدات للأشقاء العرب مردودة عم يرجع أيضا على سوريا فبهذا الإطار مسألة مهمة جدا نحن وقت اللي بنجي عم نشتغل هيك نوع من المشاريع نعمل يعني اتحاد مطلوب يناقش هيك نوع من القضايا يسعى من خلال الدول العربية والاقطار العربية لاعلان لا هيك نوع من المشاريع، وكذلك بده مؤازرة من الوزارات واتخاذ قرارات. يعني, يعني م... أنا بنفس السياق بدي أحكي مع الأستاذ المستوري مثل ما تفضل الدكتور إنه هذا الموضوع خليني أقول بإيد الوزارة أكثر من موضوع المنظمة أو النقابة، لكن قد يكون له دور كبير اتحاد معلمين العرب عن طريق العام الأمين العام لاتحاد معلمين العرب في طرح هذا الموضوع في الدول وتعميمه أيه. مع الوزارات يعني بموضوع المنح و. في وما الموضوع انا انا يمكن قديم نسبيا في هذه المنظمه العريقه نعم وهذا المطلب هو مطلبنا منذ قديما قديما لكن تقريباً. لم ينفذ لحد الان يعطيكم انك تجبوا توه لكن هو مطلب قديم جدا صحيح وبدانا عندما نقول بدانا لا يمكن الحديث على سوريا لان سوريا وجدنا فيها كل كل اللي 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 انا اسف على المقاطعه انا طبعا طرحي لهذا الموضوع لجميع الدول المشتركه أيه. في وليس لسوريا أيه. هو الوضع شنو هو الوضع اليوم ولقينا صعوبه حتى من جامعه الدول العربيه تماما نحن لان منظمه منظمه قوميه ومشينا حتى المنظمة الجامعه العربيه على اساس ان نكون نحن نكون معناها يسمعونا ويحطونا معناها حتى كعضو في ملاحظ ولا اي حاجه المهم ان نتحدث باش نجمعوا مع وزراء التربيه في كل الاقطار العربيه باش كي نعملوا نحن قلنا في يوم ما بدنا قضيه شعبنا العربي في فلسطين وقلنا لما لا انها تدرس في كل المناهج في الاقطار العربيه أه بدنا اللغه العربيه وكيفاش لازمها تكون موجوده وهذه منذ القديم راهي ولكن انت تشوف الدول وما نخبيش عليك المساله مساله سياسيه بامتياز لان ما هو سياسي خليني اقول مثلا تونس معناها كيجينا نحركوا في المنظومه التربويه لان اللي ما يعجبهمش تحريك هذا الملف حطوا ايديهم على هذا الملف حتى لا يتقدم قيد انمله وهذاك علاش نحن اليوم اولا الاتحاد الاتحاد المعلمين العرب لابد ان نشيره ان يكون منظمه قوميه معناها الجامعه العربيه تعترف به اليونسكو واليونيسف وغيرها وغيره هو والألكسو والاليكسو وكل الجمعيات هذه عليها ان تكون حتى تساعدنا باش نجم نتحدث في توحيد المناهج في الوطن العربي لأنها مش بسهوله بالمكان طبعا لابد ولابد ان تكون معناه هنالك معركه كبيره لنخوضها ولكن عند خوضها ستكون عديد الضحايا طبعا هي التجربه ممكن ما مباشره تكون أي. على العموم ممكن بين نعم. دولتين بعدين ثلاثه ممكن تنجح هذه التجربه ومن خلال لقاءاتكم طبعا ممكن تتعمم هذا الموضوع نعم هي اليوم هي اليوم الحديث على هذه هكذا مطالب هي على طاوله المفاوضات ولكن نحن قلنا حتى خلينا ليش ما نبدوش بالسياسه نمشوا كما ذهبنا البارحه الى وزير التعليم العالي وسياده وزير التربيه ليش لا في اي قطر عربي فيه منظمات عالميه وفيه الوزراء نمشوا للوزراء غادي وكانت باش تبدا بتونس ولكن للاسف تونس صار ما فيها مسار هذاك علاش ناجلوا الموضوع شوي ولكن إن شاء الله. سنقوم بهذه التجربه وسنحاول وسن... وسنحاولك لاحقا لعلنا نجد و... ان شاء الله من نصر, نصر. يعني في هذا الاطار اذا تسمح لي تفضل دكتور في نحن خطوه بدانا فيها هي تتصل بموضوع المعلم وانت بتعرف المعلم ان يبقى المعلم متعلم مدى الحياه هذا شعار مطروح بالدول المتطوره المعلم يستمر بدراسته وهذا الدراسة بتؤدي إلى تطويره وتطويره بينعكس إيجابا على العملية التربوية وعلى الطالب فنحن اليوم في ساح المجال للمعلم لاستكمال دراسته قد لا تكون متاحة ببلده فهون هيدي معبر لأن نفسح المجال للمعلم وهلا عم نعمل نوع من يعني في حكي بين اكثر من دوله او من قطر عربي بين العراق وسوريا بين سوريا ولبنان والى هناك بهذا الاطار شيء جميل جدا ان نصل الى افساح المجال للمعلم وهذا كمان بيساعدنا على افساح هذا المجال المسارات مسارات ان يستمر الدراسه الدراسه العليا وهذا له انعكاساته ومن ثم بنوصله على الشرائح ان شاء الله بدي احكي بدي اتطرق لموضوع هام جدا الحقيقه بجميع الدول هو معادلة الشهادات وهذا الموضوع انطرح كثير باجتماعاتكم، معادلة الشهادات احيانا عم يكون فيها بين دولة ودولة عم يكون في شوي يمكن خليني اقول ظلم او يعني احيانا بيضيع الطالب يعني انا بعرف خليني احكي عن موضوع لبنان وحتى تونس بيوافقني الراي الاستاذ المستوري مم. انه طالب بلبنان منهاج لبنان معروف جدا معروف ترتيب الجامعه بلبنان معروف الدراسه مم. كيف بتتم اذا بدنا نعادل له شهادته خليني اقول بسوريا او بدوله اخرى ولا لها مفاضله خاصه خليني اقول بالتعليم العالي مثلا ب 80% بيحسبوا للطالب فهذا الطالب اكيد حيعزف عن الرجوع لدولته لانه حيكون طالع اختصاص كبير <applause> وحيفاضل على معادله كمقيم في لبنان او مقيم في تونس او ما الى هنالك نعم. يعني ينزل من مستوى او خلينا نقول ينزل من السكور مستوى طموحاته تماما أو تماما الاختصاص او الاختصاصات المرغوبه نعم نعم. تماما فهذا الموضوع تم ناقشته كثيرا في موضوع بالاتحاد اين في هذا لا الموضوع؟ لا لا اخفي عليك انه هذا الموضوع هو مساله على تماس من احتياجات الناس وخاصة لشريحة تتصل اللي عنده الرغبة بالحصول على اختصاصات تعتبر متقدمة مثل الطب والهندسة وإلى ما هنالك. فهيدي الاختصاصات صراحة عم يعاني منها الطلاب المتفوقين وخلال انتقالهم من مكان إلى مكان آخر. هيدي تحتاج إلى حلول أنا برأيي بنفس السياق اللي قلنا من قبل هو تحتاج إلى لقاء بين الوزراء بالوزارة. لمعالجة هذا الموضوع لأنه هذا شأن قانوني نعم نحن ندعم وندفع بهذا الاتجاه ونطالب لكن هذا الامر لابد من ان يكون هناك لقاء بين الوزراء المعنيين بهذه الاقطار وبنفس الوقت ان يحملها كمان كذلك الامر ان تشرع صحيح. قوانين بهذا الموضوع لانه بالنتيجه في بعض الدول ما فيها ما فيها قوانين ترعى هذا الموضوع فتحتاج الى تشريعات برايي هذه ضروريه ونحن مستعدين انا لا اخفي عليك يعني نحن بموضوع مشروع المعلمين كمان طرحنا مجموعه من القوانين لحمايه الاساتذه المتعاقدين طرحنا مشروعين من اقل من سنه ومشوا بمجلس النواب وتم الموافقه عليه للحفاظ على حقوق المتعاقدين وبنفس الوقت أعطاهم اجر شهري والضمان الصحي كذلك الامر نحن ممكن نساهم بهذا الموضوع لمعالجه هذا الخلل وتقديم مشاريع قوانين عبر الكتلين نعم مثل ما تفضل الاستاذ المستوري بزيارته لوزير التعليم العالي ووزاره التربيه، ممكن طرح هذه المواضيع مو عن طريق الوزارات، ممكن اعضاء اتحاد المعلمين العرب ينوهوا لنقطه في هذا الخصوص بموضوع معادله الشهادات ومعالجتها، يعني ممكن هذا الموضوع اللي تفضلنا فيه ما يكون عام بكل الدول، ممكن هذا الموضوع مثلا 80% بسوريا بغير دول انه لا ما في تسقيل للعلامات، هو نفس المفاضله صحيح. فممكن هذا تعقيبك عن هذا هو الإطار. انا قبل ما نمشي للنقطه هذه انا نقول لك اللي يهم اكثر هو هجره الادمغه هو ان البلد نعم. والوطن العربي يصرف مصاريف باهظه على الطالب وعندما يتحصل على مجموع جيد بينتقل الى اوروبا والى أو امريكا يقرا وما عادش يرجع وهي مشكل لو كان يجيني للوطن العربي انا بقول لك على عيني وراسي خليه يشتغل وخليه يقرأ انا اسف إيه؟ على مقاطعتك طيب بس تعقيب على هذا الموضوع احيانا ممكن القوانين الموجوده ضمن وزاره التعليم العالي او طريقه المفاضله ممكن تعطي عزوف لهذا الطالب يعني بجوز الطالب انه حابب يرجع على دولته ويدرس لكن احيانا تصقيل العلامات بمفاضله جديده مثل ما بيعرف الدكتور يوسف نعم. هو اللي بيحيجه انه يراسل دول او جامعات اوروبيه شوف يمكن الموضوع هذا مطروح بين لبنان وسوريا سوريا <applause> ولكن حتى لقانا مع وزير في هذا الموضوع بما انه الوضع مختلف في بقيه الاقطار العربيه على اساس ان الصيله والوساطه بين النقابه والوزاره معناها علاقه تواصليه ممتده معناها على احسن وجه طبعا وبالتالي هذه مشاكل نطرح مشاكل كانت مشكل مشكله المدرس مشكله طرحنا عديد المشاكل مع وزير مع وزير التربيه والوزير التعليم العالي ولكن معناها بما ان لقينا العلاقه حميميه ما اشكال بين نقابه سوريا وحكومه سوريا هي. وبالتالي وبالتالي هذا الملف معناها نشوفه انا انا اللي شفته ما شفتوش في تونس مثلا تماما ولكن تو وانا نسمع فيك من نسمع فيك ما فيها على لبنان وسوريا تمام نعم. هو علاقه طبعا حميميه بين النقابه وهن اعمالهم هدف مشترك للطالب والمعلم عم يتحدث طبعا عن سوريا انا عم بحكي كنت عن موضوع الطلاب المقيمين في دول اخرى في نعم. موضوع مفاضله الطلاب السوريين المقيمين في في هذا الاطار انا كنت عنده تماما انا حكيت نعم. مع الدكتور يوسف نعم. في هذا الاطار نعم. وعنده صحيح تعقيب صغير عن هذا نعم. الموضوع يعني بهذا الاطار برجع باكد انه هودي مظلومين هو طلاب حرام ما يتم يعني هون انا بناشد من خلال قناتكم الوزيرين وزيري التربيه بلبنان وبسوريا لمعالجه هذه القضيه تمام والتعليم, والتعليم العالي استدراك والتعليم العالي عفوا لا لاستدراك نحن بلبنان التعليم التربيه والتعليم العالي وزار وزار وزاره واحده صحيح فكذلك الامر الاستدراك هيدا الامر ومعالجه او او رفع الظلم عن هودي المجموعه ونحن برايي كاتحاد نستطيع ان نحمل هيك نوع من القضايا ولا باس يعني نحن بنتداولها وبنطرحها على جدول أعمال الامانه العامه او لقاءات التشريع تماما انا بدي احكي بنفس السياق اللي تفضلتوا فيه طبعا عن موضوع الظروف وما احكي كثير بموضوع الاستثمارات لانه الظروف الحاليه لكن هناك مشاريع بالاتحاد في اقامه جامعه مشتركه يشرف عليها الاتحاد او بهذا السياق في هذا الموضوع ممكن هو في الاستثمار ممكن جدا هو في الاستثمار يمكن للاتحاد لانه شخصيه معنويه واعتباريه لها الاستقلاليه الماليه والمعنويه يحق لها ان تستثمر ويحق لها ان تتر ولا تأيد لكلامك هذا فقط نحن عندنا معهد وعندنا معهد عربي بمصر بمصر تمام. وعنده شهايد ومعترف بها تمام. وهذا المعهد اقول الله يرحمك عبد الناصر لانه هو الذي اعطانا هذا المعهد سهل. وبقي ينشط الى هذه الساعه في مصر وشهيد ومعترف بها تماما يعني من ضمن البنود ممكن انه يتم مثلا هذا الموضوع من معهد الى جامعه في نقاش في هذا ليه الموضوع بالاتحاد لا الموضوع نجموا نعملوا اما جامعات خاصه والا جامعات معنا ولا ما معاهد آه هذه كل تدخل تحت عنوان الاستثمار نعم. الاستثمار كل ما نراه ويراه الاتحاد صالحا للاستثمار نستثمر ونستثمر بمعنى على الاقل في شعبنا وفي ابنائنا نعم. اللي هم معناها راس راس مالنا. نعم. انا تماما انا بدي اتشكر طبعا حضوركم بدي معك الاستاذ المستوري بدي كلمه اخيره للمعلمين العرب على امتداد ساحه الوطن وحاختم مع الدكتور يوسف تفضل استاذنا. هي صعبه جدا. اولا اولا انا دعوتي الى كل المعلمين العرب وباسمهم ان يلتفوا حول المشاريع الثوريه التي تقاوم الاستبداد. ودعوتي كثير إلى كل معلم في كل قطر التصدي لهذه المشاريع التخريبية حتى نعيش في الوطن العربي عيشة زاهية على الأقل ونكون راضين عنها وأتمنى التوفيق لسوريا وأتمنى لشعبها ولرئيسها مزيد التوفيق في حي كل الشكر لك نورتنا طبعا شكرا. أستاذ المستوري القمودي الامين العام المساعد لاتحاد المعلمين العرب، بدي اختم معك دكتور يوسف كنعان بكلمه اخيره للمعلمين في امتداد ساحه الوطن العربي. يعني اختصر لاقول المعلم هو هو الباني للانسان واصعب اصعب الامانات ان تكون انت تبني الاجيال. فمسؤولية المعلم كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت معلما فهذه مسؤولية كبيرة وأمانة كبيرة هذه الأمانة بتصور الإنجازات التي تحققت على مدى ساحة ساحات العالم العربي من إنجازات تبتدئ انتصارات التي تحققت بسوريا أخيرا وبلبنان وبفلسطين وباليمن وبالعراق هذه مادة مهمة جدا يستطيع أن يستفيد منها المعلم لتربية الأجيال على ثقافه الصمود والمقاومه والتحدي والاقتدار نعم. نحن لدينا امكانيات والاقتدار وان شاء الله بمعيه كل المنظمات والاتحادات بما فيهم اتحاد المعلمين العرب ونقابه المعلمين في سوريا وهي مشكوره كما مشكور الرئيس الاسد هذا المعلم الذي ربى بشار الاسد وانتج هذا النوع من القيادات وسمحت السيد حسن نصر الله اتصور ان يكون لديه مستقبل واعد ومقتدر ومنتصر ان شاء الله. ان شاء الله، انا بدي حضوركم، إن نورتونا، والشكر موصول لاعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، من دمشق الياسمين من سوريا قلب العروبه النابض نحييكم الى اللقاء، بامان الله.